السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، ما زلنا نتحدث عن الزواحف وخصائص الزواحف، ونتعرف الحين على حاسة الشم. بنجد على سبيل المثال الأفاعي، لكي تتمكن من شم روائح مختلفة بتخرج لسانها، ولسان الأفعى بيشبه الشوكة، بيكون مشقوق. هذا اللسان بتلتصق به جزيئات الرائحة ثم تنتقل بعد ذلك إلى أعضاء تسمى باسم أعضاء جاكوبسون. أعضاء جاكوبسون شباب، ده الموقع بتاعها، عبارة عن زوج من التراكيب بيشبه الكيس، ويوجد في سقف حلق فم الأفعى، وتستخدم الأفاعي في تمييز الروائح المختلفة. السؤال ممكن ينتهي في الجزئية هذه، بيقول لي الشكل رأس ثعبان، ما اسم التركيب المشار إليه؟ هل هو القشور ولا الحراشف ولا الأنف ولا عضو جاكوبسون؟ كما قلنا إن هذا الشكل بيمثل عضو جاكوبسون، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي دي. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.